اليوم الوطني يمثل اختلاف الثقافات في المملكة العربية السعودية وتضافر أبناء الوطن في كل أنحاء العالم ليظهروا فخرهم بالمملكة العربية السعودية. عندنا 50,000 مبتعث في كل أنحاء العالم، عندنا حوالي 10,000 مبتعث هنا مع عوائلهم. في كل مدينة في بريطانيا في احتفال باليوم الوطني في هذا الأسبوع إن شاء الله متزامناً، حتى يظهر للعالم أجمع ما مدى فخرنا بقيادتنا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبالشعب السعودي كاملة وما تم إنجازه على مدى 300 عام. إحنا نتحدث عن دولة عظيمة راقية استطاعت عبر العصور أن تتحدى كل التحديات وأن تقف أمام هذه التحديات بقوة، وكان العنصر الأساسي الفعال فيها أبناء الوطن. هم جايين من كافة أنحاء بريطانيا، أنا شفت ناس من إدنبرا، شفت ناس من غلاسكو، شفت ناس من مانشستر، من ساوثهامبتون، ويعني سعيدة جدا أنهم تكلفوا عناء الحضور والمشاركة. كان في معرض فني وأيضا كان في معرض علمي، إحنا الآن في المعرض العلمي، كان في مناسبات للأطفال، كان في صراحة لأجانب يرون ماذا نفعل، وهذا فخرنا. نحن هنا لكل أحد من أصغر شخص إلى أكبر شخص. I'm absolutely delighted to be here today. I'm so grateful to the Saudi government and Saudi embassy to invite me. They have demonstrated it so beautifully that I'm absolutely, you know, amazed. And the people who came with me along with me, they are also very excited. And we really wish you, all the Saudis and all the people out there in the world who are from Saudi Arabia, and especially in my heart, ever since we were born, Saudi Arabia was put in our hearts. So my special prayers for prosperity and wish you all the best in the future. أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. أنا جدا سعيد بتواجد اليوم بين نخبة من الطلبة المتميزين الذين حلموا وحققوا إنجازات عظيمة في كل المجالات. شعار اليوم الوطني لهذا العام كان نحلم ونحقق، وهذا ما شاهدناه اليوم في الاحتفالات والفعاليات التي تقام في الملحقية الثقافية في لندن والتي تظهر الروح الوطنية والتطور. أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. اليوم يوم الوطني للمملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر، ونحن الآن بنحتفل بهذا اليوم في لندن في بريطانيا في الملحقية الثقافية السعودية. وطبعا موجودين هنا الآن وفي احتفالات كثيرة، منها تدشين معرض فني ثقافي، ومنها الناس محتفلين ومبسوطين مع أهاليهم، ومنها في شعر. فرحة الكويتيين، فرحة السعوديين، اليوم فرحة الجميع، فرحة غامرة. أتينا من الصباح الباكر نشارك المملكة، المملكة التاج الذي على كل رأس، المملكة تاج مرصع بالألماس، بالحب والفخر والشنار. حفظ الله المملكة وملكها وولي عهد والشعب السعودي صغير وكبير. اجتمع العالم اليوم من جميع جنسيات العربية، نحتفل جميعا لرفع راية هذا العلم رفعه الله وحقق آمالهم رب السماء. I felt welcomed. I felt like I was a part of a family of recently converted, or I said reverted to Islam, and that's been a fantastic process. And it's just found that, you know, there are new brothers and sisters around the world now that I've joined, and for me this is a, you know, this was a first step in a long journey to finding, you know, finding our way together. We have a set of skills that we think could merge quite nicely with the skills and the innovation and the vision that exists in Saudi Arabia. A very happy Saudi National Day. It's been a great day here in the UK. The event has been amazing. I've spoken to many students here, families, those that work here in the cultural
cultural building, and we've seen some great, amazing work. It's been a very positive atmosphere here. I'm wishing all the Saudi Arabians out there.